فكرة جاية على بالي. احنا بالفعل الحقيقة خلال الكام سنة اللي فاتوا عملنا مش إنجازات، احنا حققنا أحلام ما كانتش في خيالنا فيما يتعلق بتوسيع الرقعة الزراعية، بذور وتقاوي وحاجات بدأنا نشتغل عليها هنا في مصر، عملنا ما نطلق عليه دائما التقاوي المعتمد، يعني عملنا تطور حقيقي، عملنا محطات رفع معالجة، كل حاجة علشان أقدر أوصل للي أنا واصل له النهاردة على المستوى الزراعي. فاللي جاي في بالي، طيب في لجنة الزراعة هنقول إيه؟ أو هنتكلم في الإيه؟ أو هنتناقش في إيه بعد كل ما فعل مش ما قيل؟ أولا تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين، أنا سعيد جدا بوجودي في هذه المنصة الإعلامية الفاعلة الحقيقة. فيما يتعلق بالحوار الوطني، طبعا الحوار الوطني هو بداية إطلاقه كانت في 26 إبريل 22، لما السيد الرئيس وجه لإجراء حوار وطني من أجل إجراء حوار مع كل الأطياف السياسية وكل فئات المجتمع، وصولا إلى إيجاد حلول تتماشى مع استراتيجية، يعني هنقول فيما يتعلق بالمرحلة الجديدة أو الدولة الجديدة، الجمهورية الجديدة، الجمهورية الجديدة بالفعل. فالحوار طبعا تم إطلاقه وتم تشكيل مجلس الأمناء، وتم التواصل بعد حوارات متعددة في مجلس الأمناء أن يبقى فيه ثلاث محاور رئيسية للحوار الوطني: المحور السياسي وده تحتيه 5 لجان، المحور الاقتصادي تحتيه 8 لجان، المحور المجتمعي تحتيه 6 لجان. الحقيقة عقدنا بعض الحوارات المبدئية بحيث ان احنا يعني نبدأ نشوف الاسماء اللي يعني سجلت في الحوار الوطني، وان شاء الله هيطلق او جلسة بداية الحوار داخل اللجان هتكون 3/5 القادم ان شاء الله، يوم الاربعاء ان شاء الله. ان شاء الله الحقيقة احنا في ما يتعلق بملف الزراعة الدولة بتولي هذا الموضوع عناية كبيرة جدا، نتيجة الزيادة السكانية الكبيرة اللي احنا بنشهدها في مصر. احنا عدد سكاننا وصل لقرابة 110 مليون تقريبا، وبالتالي ده بيحتم على الدولة ان هي تتوسع في المساحات الرقعة الزراعية، سواء توسع افقي او توسع رأسي بزيادة وحدة الانتاجية من وحدة الارض ووحدة المياه. السيد الرئيس يمكن تنبه لهذا الموضوع مبكرا، لو رجعنا البرنامج الانتخابي للسيد الرئيس في 2014 كان من ضمن البرنامج الانتخابي إضافة 4 مليون فدان للرقعة الزراعية. صحيح. نكاد نجزم حاليا أن تم إضافة هذه المساحة بل أكثر منها، يعني لو رجعنا مع بعض كده بداية الموضوع كان شركة الريف المصري 1.5 مليون فدان، يلي مشروع الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان، يلي 500,000 فدان في سيناء على محطات المعالجة اللي أقيمت في منطقة المحسمة ومنطقة القنال، يليها إعادة إحياء مشروع توشكا فيما يعني يزيد عن 1 مليون فدان. وبالتالي تقريبا إحنا يعني وصلنا للمستهدف، بل بالعكس الدولة طامحة لزيادة أكبر. هنشوف اللي بيحصل من تطور في مناطق الوادي الجديد. إحنا يمكن كنا في زيارة للجنة الزراعة بصفتي بقى كمان رئيس لجنة الزراعة في مجلس النواب. الحقيقة الوادي الجديد مساحتها 44% من مساحة مصر، وبالتالي هي يعني مرشحة تكون سلة الغذاء في المرحلة القادمة. في شغل اتعمل على أرض الواقع، في مناطق بالكامل تم زراعتها بالكامل زي منطقة العوينات، في منطقة يعني مناطق تانية بدأت تخش زي منطقة أبو منقار، زي منطقة الواحات. كل المناطق دي النهاردة بدأنا ناخد منها إنتاج حقيقي. الحقيقة يعني يمكن جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية أظهرت مدى قوة قطاع الزراعة في كل دول العالم، وبقى الملف ده على أولوية اهتمامات كل الدول وليست مصر فقط. صحيح. الحل حضرتك النهاردة في اقتصاديات صلبة اللي هي الزراعة والصناعة، في اقتصاديات هشة اللي هي ممكن تتعرض بأي ظروف بسيطة زي السياحة، لو حصل لا قدر الله أي حدث بسيط بتلاقي الموضوع يكاد يتوقف مع استثمارات كبيرة جدا. الدولة الحقيقة عقدت العزم على أنها تزيد من مساحة الرقعة الزراعية، وفي نفس الوقت
تبدأ تعمل توسعات رأسية عن طريق استنباط أصناف جديدة من التقاوي. يعني حضرتك شفت برضو خطة الدولة في موضوع معالجة المياه، لأن طبعا احنا حصتنا من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب من سنة 59. عدد سكاننا في هذا التوقيت كان حوالي 20 مليون، احنا النهاردة تجاوزنا 100 مليون. احتياجاتنا من المياه تقريبا وصلت لحوالي 80 مليار، وبالتالي بقى لزمن علينا ان احنا نعيد استخدام المياه. من هنا جت فكرة إنشاء محطات عملاقة لمعالجة المياه، وده بدأ يمكن الأول في منطقة القنال. تم إنشاء محطات عملاقة في منطقة المحسمة وفي منطقة بحر البقر. هذه المحطات ستقوم بنقل المياه إلى سيناء من أجل استصلاح 500,000 فدان كانت عمل لهم بنية أساسية من فترة يعني. بالإضافة لمحطة المعالجة العملاقة اللي تعمل في غرب الدلتا، اللي هيتم زراعة 2.2 مليون فدان اللي هي الدلتا الجديدة. حقيقة احنا دورنا في لجنة الزراعة في الحوار الوطني ان احنا نوجد حلول لكل المشكلات اللي بتواجه قطاع الزراعة، ونفتح حوار مجتمعي من اجل ايجاد افكار جديدة لهذه الحلول. على سبيل المثال مثلا احنا عندنا مشاكل بتواجه المزارع في توفير مستلزمات الانتاج، عندنا مشاكل بتواجه المزارع في توفير الميكان، في توفير كل ما يستلزم عملية الانتاج.